أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. في هذه الآيات يذكر الله تبارك وتعالى صنفين يوم القيامة، ألا وهم عباده المؤمنين، أما الصنف الثاني الكفرة الذين استكبروا وجحدوا آيات الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين كفروا وكذبوا بآيات الله يذكر الله عنهم أنهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يكون هذا الجمل وهو من أعظم الحيوانات يدخل في ثقب الإبرة التي هي من أصغر وأضيق الأشياء، وهذا محال، فهم لا يدخلون الجنة أبدا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. قراءة موفقة، وإن كان من ملاحظات ففي قولك حتى يلج الجمل في سم، اقرأ حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم، بالنسبة للترقيق في الألف التي بعد الياء هو أكيد أنه مطلوب، لكن لتنتبه ولتحذر أن يصل الترقيق إلى حد جزء من الإمالة أو التقليل. أحسنت يا عبد المجيد، فتح الله عليك وزادك من فضله وجعل هذه القراءة حجة لك لا عليك، ورفعك بكتابه ومن يسمع. قراءة طيبة مطيبة، رأيت فيها بالجملة مخارج الحروف وصفاتها.